بيتكرر كتير، هل الخمر حرام في المسيحية ولا لا؟ عندهم حد لشرب الخمر وهو الجلد والضرب، هل احنا عندنا حد في المسيحية ولا لا؟ الحقيقة لو واحد مدمن خمر مهما تضربه انت ما عالجتش الادمان بتاعه، وانا بقولك عن واحد يعني اعتقد في المجال الطبي وفاهم علاج الادمان كويس قوي. لو كان العلاج بالضرب ده يعني انت كنت ريحتنا بشكل، كان كل واحد يدمن هي علقة ونخلص، بدل ما بيتخرب بيت الحكومة في علاج المدمنين سواء الخمر أو غيره. يعني ده وزدرة دكتور جلوري ضحك أهو، هو فاهم القصة اللي أنا بتكلم عليها. فالحد الخمر بالضرب ده حاجة بصراحة غريبة يعني. ولكن تعال نيش فهم، أنا مش مهم الموضوع ده الآن، أنا يهمني إيه الكتاب المقدس قال إيه عن الخمر. أولا في البداية ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. يعني ما ينفعش أفضل أقول ده حرام ده حرام ده حرام ده حرام، ولكن لازم أفهم الروح الأول قبل ما أتكلم على الحرف. يعني يهمني اللي يخرج من القلب، لأن ده من القلب يصدر وذلك ينجس الإنسان. نفهم الموضوع ده لما ندرس مع بعض الكتاب المقدس، يوضح لنا ان كل الاشياء تحل لي، لكن هل ينفع ان انا اخد كل شيء؟ لا، ليس كل الاشياء توافق، ليست كل الاشياء تبني. فاول سؤال اساله لنفسي بناء على المقياس الكتابي، هل الخمر شربه يبني؟ لا. يبقى هل اشرب خمره؟ لا. ليه؟ لانها ليست للدنيا. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس لكن لا يتسلط علي شيء. هل بشرب الخمر هيتسلط علي؟ أيوة. يبقى ده يخالف إن هو يوافقني. فلازم أفهم الروح أولا قبل ما ابتدي أنفذ. هل شرب الخمر بدون احتياج يمجد الله؟ طبعا لا. يبقى هل أشرب خمر؟ لا. هل لو في موقف إنسان احتاج لشرب الخمر لضرورة هل يشرب خمرة؟ أيوة. يبقى في حاجة اسمها أتفهم الروح وما أخدش الحرف. ما يبقاش في واحد معي في البرية تعبان جدا وبردان والدنيا برد وما عندوش حاجة تانية غير حاجة مختمرة تديله طاقة عالية وسعرات حرارية عالية، وأقول له لو شربت حضربك 80 جلدة، ده يبقى أنا كده ما بفهمش حاجة. لكن نفهم الوصايا الكتابية عن الخمر إيه. أول حاجة السكر ممنوع وغير لائق. سفر القضاة 13:4، الآن فأحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا. يعني الشيء اللي يخلي الإنسان يسكر ما يتشربش. ده واضح. سفر الأمثال 31:4، ليس للملوك يا ملوئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. يعني المسكر ده مرفوض. الخمر اللي وصلني لمرحلة السكر ده مرفوض تماما. سفر صموئيل الأول 1:15، لما يتكلم لم أشرب خمرا ولا مسكرا. سفر أشعياء 28:7، ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر. فالخمر الذي يقود لمرحلة السكر ده مرفوض من الفكر المسيحي واليهودي أيضا. أنا بتكلم فكرة عامة من الكتاب المقدس. فالخمر بكمية تقود لبداية السكر هذا لا يليق ولا يبني وغير لائق بالإنسان المسيحي، واللي يعمل ذلك لن يدخل ملكوت السماوات عن قصد. قاعدة تانية، آسف، الخمر الذي فيه الخلاعة. معلمنا بولس الرسول في رسالته لأفسس 5:18، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. معناه أن الخمر الذي يقود للخلاعة هذا مرفوض. الحاجة الثالثة، الخمر الذي تقود لإتلاف الجسد مرفوضة، والكلام ده نص كتابي. سفر الأمثال 23:20، لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين أجسادهم.
فلو قادت الخمر إلى إتلاف الجسد أو أي مرض بسبب شرب الخمر، هذا أيضا مرفوض من الكتاب. الخمر التي تقود إلى الإدمان مرفوضة تماما. سفر الأمثال 23 عدد 29 لغاية عدد 32، لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكروب الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنوا الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالإفعوان. يعني الناس اللي بيدمنوا، اللي لازم باستمرار يدخلوا لطلب الشراب ده لأنه مش ما يقدروش يحكموا نفسهم، دول اتلدغوا زي اتلدغوا من التعبان. أشعياء 5:11 يقول: ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر، للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر. يعني الصبح يبقى عايز يشرب وبالليل عايز يشرب لأنه أدمن، ده مرفوض، ده ليه الويل والشقاوة. تيتوس 1:7، مفيش حاجة اسمه لا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طماع ولا طامع في الربح القبيح. الشرط الخامس: التيه وفقد العقل الذي يفعل ذلك مرفوض من الكتاب المقدس. سفر أشعياء 28:7، لكن هؤلاء ضلوا بالخمر وتهبوا المسكر، الكاهن والنبي ترنح بالمسكر، ابتلعتهم الخمر، تاه من المسكر، ضل في الرؤية، قلق في الفضاء في القضاء. ده مرفوض. الخمر التي تقود للترنح مرفوضة. سفر المزامير 107:27، يتمايلون ويترنحون مثل السكران وكل حكمتهم ابتلعت. سفر الأمثال 20:1، الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، من يترنح بهما فليس بحكيم. تنطبق عليه صفات الجاهل. سفر أرميا 25:16، فيشربوا ويترنحوا ويتجنوا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينهم. ده مرفوض وده يعاقب من قبل الله، وأخطر شيء إن هو يفقد أبديته. ولكن من ضمن العقاب الأرض عليها يجعل الأمم تهزم في الحروب، أرميا 25:16، يجعل الملوك والقضاء يعوجوا القضاء ويبقوا مرفوضين من أمام الله، أشعياء 28:7، يفقد الإنسان المتعة ويضيع قلبه، سفر هوشع 4:11، الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب، نتيجتها بتكون بكاء مر. سفر يئيل 1:5، اصحى أيها السكارى وابكوا والويلوا يا جميع شارب الخمر. يطرد من الجماعة، رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، كل دي عقاب. بتسألني على أحكام الخمر، ده بيقولها الكتاب المقدس، عقاب من الله وعقاب من الأرض أيضا، يهزم في الحرب، يعوج له القضاء، يفقد الإنسان متعة القلب، بكاء مر، يطرد من الجماعة، رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس 5:11. أما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخلطوا ولا تأكلوا مثل هذا، له الويل. سفر حبقوق 2:15، ويل لمن يسقي صاحبه سافحا حموك ومسكرا أيضا للنظر إلى عورتهم. وأخطر عقوبة وأهم عقوبة خسارة ملكوت السماوات، وده يعني لو حتى لو ربح العالم كله وخسر نفسه، ده بخسر كل شيء. رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس 6:10، ولا سارقون ولا طامعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. يعني يخسر الأبدية فيها، تخيل. رسالة بولس الرسول الأولى لغلاطية 5:21، حسد، قتل، سكر، بط، أمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت، فقلت أيضا أن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. فهؤلاء لو علاجهم هو عبارة عن علقة وخلصت أو جلد وخلص، دي كارثة.
هؤلاء ما هم ممكن يشربوا في البيت بالليل مستخبين ما حدش يشوفهم، أو لما يسافروا يشربوا في حتة برة زي ما بنشوف باستمرار لأنه هو ممنوع بس مدنيا. فالعقوبة خطيرة جدا، وهي عقوبة من الله للإنسان، وهي ثمار الشر التي يجنيها الإنسان بسبب أعماله، وممكن يقوده إلى أن يخسر أبديته وعلاقته مع الله. علشان كده في درجات ربنا إداها في الكتاب المقدس إزاي الإنسان يحارب، وأعطى الكتاب المقدس علاجا للإدمان قبل أن يعمله طب النفسي ولا حتى طب الأدكشن. أول درجة من مرحلة الإدمان، لمن الويل لمن الشقاوة، أمثال 23 على 29 و 30. بعد كده يطلب منهم ينزل بالتدريج لدرجة الشرب، ويقول لهم بعد كده لو نزلت من مرحلة الويل تنزل لمرحلة الكرب، في أمثال 23-30. بعد كده تبتدي كل ما تنظر إليها تعرف إن هي هتقودك لهذا الكرب، المرحلة النظر لا تنظر إلى الخمر. وبعد كده تقدر توصل للمرحلة الرابعة، عدم الجلوس مع الشاربين من أساسه، لأن ده ممكن يغريك وترجع تشرب مرة تانية. واضح؟ فالكتاب المقدس حتى وضح 4 مراحل للإنسان إزاي يتخلص من الخمر ولا يعود إليها مرة أخرى. طيب هل في استخدام للخمر مفيد؟ أيوة الحقيقة فيه. أولا لمر النفس، في سفر الأمثال 31-6 الآية دي بتتكلم إن مر النفس التعبان ده لو اديته حاجة بسيطة يفرح بيها، ده يبقى حاجة كويسة. الإنسان القلب عيان، أعيا في البرية، بردان وفعلا مش لاقي حاجة ومفيش حاجة تسنده وتديله طاقة بسرعة، وما عندهمش البيوتينز ولا الانرجي بارز ولا الحاجات اللي تدفي بسرعة في هذا الزمان. لو اديته قليل من الخمر يدفيه في البرية. الكلام ده موجود في سفر صمويل الثاني 16-2، مع اعتبار الشروط الأولى، مع اعتبار عدم السكر، عدم الترنح، عدم فقد الوعي، عدم الإدمان، عدم الاستهزاء، عدم إتلاف الجسد، مع مراعاة كل الشروط. في سفر صمويل الثاني 16-2، فقال الملك للصبية ما لك وهذه؟ فقال صبية الحمران لبيت الملك، للركوب والخبز والتين للغلمان ليأكلوا، والخمر ليشربه من أعي في البرية. اللي من كتر المشي برد وعي وتعبان وعايز أي مصدر للطاقة سريع يأخذ قليلا من الخمر. كويس، وده اللي يتكرر في سفر المزامير 104-15، شفاء لداء المعدة والأسقام، الأسيريتي. رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لتيموثاوس 5-23، وعلى فكرة طبعا دكتور جلوري 30 موجود في الروم برضو يأكد كلامي، في مشكلة عندنا كبيرة حاليا بتواجهنا وهي الإتش بايلوري، ده يعني عبارة عن نوع من أنواع الانفكشن اللي بيجي للمعدة. إتش بايلوري ده بقي كارثة الأيام دي، وكل ماله بيزداد يبقى انفيسيف ومشكلته بقت مشاكل، وحتى للأسف المجموعة بتاعت الإتش تابلتس ما بتنفعش في بيت الأيام دي، لأنه وصل من مرحلة المشكلة الكبيرة إن هو بيوصل يتحوصل كابسوليشن، بيغطي نفسه ببيولوجيكال فيلم، بيبقى مشكلة كبيرة جدا الإتش بايلوري، نوع من أنواع الانفكشن أستاذ المحبة، ممكن يسيب قرحة، وبيسموه بيعمل ما يسمى بحاجة اسمها ليجي جات، يعني بيسبب مشاكل في المعدة. ده على فكرة النسبة بتاعته في ازدياد ببشاعة أقدر أقولها، الإتش بايلوري النوع العدوى ده. الإتش بايلوري ده من ضمن الأنواع المفيدة في الخمر، حقيقي بيقتل، وبتكلم بجد مش بهرج، وخاصة الواين، مادة الفينول ومادة الكحول، بس طبعا بنسب قليلة، مش بتكلم على نسب عالية.
أيضا في وقت الاحتفالات بكمية قليلة جدا، زي ما يقول في سفر صموئيل الثاني 6:19، قسم على جميع الشعب على كل جمهور إسرائيل رجالا ونساء على كل واحد رغيف خبز وكأس خمر، وتكرر في أخبار الأيام الأول 16:3 كرمز للفرح في تكوين 14:18، وملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كهنا لله العلي. على فكرة الكتاب المقدس كان دقيق جدا في موضوع لما قال تحديد الكمية كأس خمر. عارفين كأس خمر ده ايه معناها؟ لما بيتكلم على نبيذ او نبيذ اللي هو ما بنسميه كاب فول، وبرضو الناس اللي فاهمين في الموضوع ده الكاب فول اللي هو معناه 30 سنتي او بالضبط الكاب فول 29.5735 او بناخده 30 ملي تقريبا، ده الكاب فول المقياس بتاعه، بس في ظروف معينة ولا يقود لأي شروط السابقة. شكرا. هي اللي هو 1 دراهم اللي هو 8 أونز، لا هو 1 أونز، أنا آسف أخطأت. كويس. وأيضا لتعقيم المياه، ودي شيء مهم جدا زي ما جه في مكابيين الثاني 15:40 اللي هو شرب الماء وحده مضر، الناس اللي تجيب على طول من مياه الراكدة أو من مياه الأبار أو المياه الملوثة في هذا الزمان كانوا بيحطوا ربع أو خمس خمرة الواين وثلاث أرباع أو أربع أخماس مية، بيعمل حاجتين، المية اللي فيها أملاح عالية ما كانش الأيام دي فيها فلاتر، الخمر بيغير السوليابيليتي كاركتر أو خواص الذوبان بتاعة المية فيخلي الأملاح التقيلة دي تترسب، وفي نفس الوقت بيقتل البكتيريا. فالراجل الراعي يعني هتخيل، هضرب لكم مثال، حد فيكم دلوقتي في هذا الزمان، انا اسف لو كلام هيبقى مقرف شويه، يروح لترعه جنبه في البيت او في اي قناه ماشيه جنبه ويعبي منها قربه، ودي هيمشي يشرب منها لمده اسبوع، هيستحمل؟ ما عندهوش فلتر، هيعمل ايه؟ وبعد اسبوع هتبقى شكل الميه دي ايه؟ هتبقى ميه قاسم زي ما بيقولوا. الحل الوحيد لو مفيش حل تاني، لو حط عليها ربع الكمية واين كل اللي دايب ده يترسب وكل البكتيريا اللي فيها تموت. كويس. ده الخمر والفائدة بتاعته بالإضافة للاستخدامات الصناعية، تطهير الجلد والحاجات الصناعية الأخرى. فيحدد الحاجة بكمية قليلة لا تصل للإدمان ولا الإتلاف ولا لغياب العقل ولا الترنح ولا أي شيء whatsoever. اللي يقارن معلش الفكر ده بالفكر الآخر، يعني مع كل احترام الفكر الإسلامي اللي قال لنا قاعدة كثير مسكر قليل حرام، دي مشكلة كبيرة، نلاقي روعة الكتاب المقدس. ليه؟ حدد استخدامات، سواء استخدامات طبية زي تدفئة إنسان بردان جدا في البرية وعيان وبسرعة، ده أكتر حاجة هتديله طاقة immediately في ثواني، في 20 ثانية هيكون تجدد طاقته. حالة إنسان بالفعل عنده H. pylori أو بعض أسقام المعدة هتكون رائعة جدا بالنسبة له بكميات محددة وقليلة أيضا، أو استخدامات صناعية. لكن المبدأ الثاني اللي قال لي كثير مسكر قليل وحرام، ده كارثة علمية. ليه؟ كوباية المية دي اللي قدامي لو سبتها مفتوحة فترة وابتدت تظهر فيها البابلز دي معناها الأكسجين، وابتدى يطرد وابتدى تترسب فيها حاجات بسيطة جدا وابتدت تموت حتى البكتيريا اللي مش مرئية بالعين، دي بتطلع إيثايل الكحول فيها. لو كثير مسكر قليل وحرام، النانو جرامز من الكحول اللي بسببها دخلت في كوباية المية دي حرام، يبقى ما حدش يشرب مية، يا اما تشربوا ديستلد ووتر مباشرة. وحتى ديستلد ووتر ما تشربوهاش، عارفين ليه؟ لانها بتدخل في مصانع الانابيب بتاعتها متعقمة بإيثايل الكحول. كل الاطعمة النصف مجهزة يا بيدخل فيها الكحول بطريق مباشر او غير مباشر، فما حدش فيكم ياكل اطعمة نصف مجهزة،
كل الفواكه اللي مش مقطوفة طازة مباشرة من الشجرة، يعني تساب عندكم تفاح ولا برتقان ولا أي حاجة يومين ثلاثة، مبتدى حاجات بسيطة تبان كرانكلز كده على جلده، ده خلاص ابتدى يطلع فيها إيسايل الكحول، كثيره مسكر قليله حرام، عمر أوعى تدوقوها. كل الأدوية الليكويد سواء سيرب ولا الجزير فيها إيسايل الكحول، أوعى حد فيكم يشرب أدوية. حتى معظم الأقراص اللي متحضرة بوسيلة اسمها ويت جرانيوليشن بيدخل فيها الكحول عشان يعمل لها الويت جرانيوليشن، أوعى حد فيكم ياخد أقراص، ده كثيره مسكر قليله حرام. الفايلز متعقمة بإيسايل الكحول وبيدخل فيها إيسايل الكحول، أوعى حد فيكم ياخد حقنة، كثيره مسكر قليله حرام. فما تشربوش وما تاكلوش وما تاخدوش حاجة وما تشتغلوش بأي حاجة من الحاجات دي كلها. ليه؟ لأنه قاعدة بتقول لكم كثير مسكر قليل حرام. الحقيقة الكتاب المقدس كان دقيق، حدد أخطاؤه والعلاج منه واستخداماته المفيدة بكمياته، فكل ده أنا بالنسبة لي مش حرام، لكن اللي قال لكم كثير مسكر قليل حرام ده وقعكم في مشكلة كبيرة مش عارف هتخرجوا منها ازاي، وربنا يعينكم. آسف طولت.